أهلا ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينة. النهاردة جت لي فكرة في عقلي، قلت يلا تعالي نجوسس ونتجوسس عليكم انتو. هتنتظروا انسان انتم منفصلين معاه، تنتظروا كراش، او هل انتم في العلاقة الحالية في الطريق الصحيح لترسيم علاقة، او العلاقة اللي انتم فيها دلوقتي تسيبوها وتستقبلوا الحاجة الجديدة اللي جاية لكم. هنتجوسس، هنشوف فضايح متلتلة. عاوز اضحككم بس. اوكي، هيكون الاختيار حسب اول حرف من اسمكم بالاحرف دي، مجموعة اولى، او اختيار الدمية الصغيرة دي المجموعة التانية، الحجر الأزرق ده أو البنفسجي حسب ما يظهر لكم في الشاشة، أو أول حرف من اسمكم من الأحرف دي اللي ما ظهرتلوش الأحرف، الأحرف في صندوق الوصف مع التوقيت أيضا. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى اللي اختاروا الدمية دي، هنحطها هنا اهي، اخذت مكانها. ناخد الكروت بتاعكم، تعالي هنا يا بت، تعالي، يلا عملتي ايه، كنت بتعملي ايه يا بت، تعالي. ان شاء الله ربنا يخليكم ويحقق لكم كل امنيه غاليه على قلبكم. شوف الطاقه الحاليه بتاعتكم حاصل فيها ايه، بتشعروا بايه احساسكم دلوقتي عامة، بغض النظر عن العاطفة اللي هنتكلم عنها في هذا الفيديو. اهو الطاقة العامة بتاعتك انت حاليا، عاوزة تروحي فين يا بنت، عاوزة تفلي كده، عاوزة تخرجي يعني تغيري مكان الإقامة، جسمك أصلا عاوزة تغيري فيه كل حاجة. مفيش حاجة شايفاها عجباكي فيكي، أنت مش عاجبة أصلا نفسك، شايفة أنك ما عندكش حظ، أن يعني كل الحاجات اللي تدخل حياتك ليس لها منطق. زي ما أشوف الباخرة دي يعني بتسافر في السماء، وأصل الباخرة بتسافر على البحر. فانت في عقلك بتقولي ليه كل حاجة جاية بالمعكوس عندي، كل حاجة جاية بالمقلوب عندي، ليه ما عنديش حظ في الطاقة الحالية بتاعتك. وانت اصلا دايما بتقولي طب انا ليه زي حظي عامل زي كده، بتفكري في الارتباط وفي الجواز، وشك ان عندك سحر، يا اما يعني انت متلخبطة في كل حاجة من كتر حيرتك في اللي حصل لك وبيحصل لك دلوقتي. زي ما قلت لك تسألي نفسك ليه كل حاجة تدخل حياتي بالعكس، نيتي كده النتيجة كده، يعني حاجتين مختلفتين في الطاقة في المعنى في كل حاجة متلخبطة كده. فمن كتر من اللخبطة دي اللي في حياتك دلوقتي بالتفكير ده، وخاصة من ناحية العاطفة، فدايما طاقتك طاقة سلبية، عندك ردة يعني عندك ردة فعل عدوانية، وكمان بتفكري انه في طاقة سحر، يا اما تابعة يا اما عين يا اما حسدوك يا اما، دايما في الفكرة دي. دي الطاقة الحالية بتاعتك. نمر دلوقتي للناحية العاطفية. نبدأ على بركة الله للناس اللي هم مرتبطين وعاوزين يعرفوا هل الإنسان ده الحالي هو إنسان كويس،
هل هيرتبط بيكم، هل نيته الارتباط او حاجة زي كده. هنختار بعض الكروت اللي هم مرتبطين، بعدين نشوف اللي هم سنجل، يا اما متطلقة يا اما عازبة عمرك ما اتجوزتي او ارملة. يلا الورقة دي حاطين لكم بعدين. اهي The Queen of Swords. انت حاصل لك زي الانسان اللي قررت، زي انا قررت وقررت انني لن اجيب مجانا على الاسئلة، يفوت يومين خلاص ارجع للعادة القديمة واجاوب مجانا، بالليل أقرر وأقرر وأقرر، بتنهضي في الصبح ولا قررتي ولا عملتي حاجة في حياتك، رايحة كده. أوكي حاول أحط الكود كده عشان تكون واضحة للجميع. أيوة كارت المركزي قلتلك يعني بتفكري في الحبيب طايحة في دباديبه. The Four of Wands بتفكري في الجواز، امتى هيرتبط بيا، هو انا ليه مش عاوز يتجوز بيا، هو انا ليه دايما حظ كده في الجوازات او في الجواز او في الخطوبة ودايما علاقات فاشلة. طاقتك هي كده، غالبا زهقتي من الكلام ده زي ما قلتلك في الطاقة بتاعتك، حاسة انه تعبتي دلوقتي، تعبتي من ناحية تقولي تحظي وانا عارفاها، مهما هضحي مش هيكون فيه نتيجة، دايما حلقة عارض قدامي مقدرش اتخطاه. تقولي طب ليه كل ما ضحي ألقى نفسي قدام حيطة كده، لا يكون، لا يوجد عندي مثلا تساعدي بالفلوس فوق طاقتك، يعني تتحملي فوق طاقتك، لكن تلقي في الأخير الطرف التاني بتاعك استغلك عشان ياخد فلوسك ويكون نفسه او يستفيد منها هو، وانت تقعدي كده حمالة الحطب. بهزر معاكم يعني، المشتركين بتوعي متعودين على الهزار بتاعي. بين قوسين اذا كنت انت او انت مشتركين جدد يعني أول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشتركوا في القناة، وعندنا 2 قنوات أخرى خاصة بالأبراج، واحدة خاصة بالأبراج والثالثة عفوا خاصة بتفسير الأحلام، فنرحب بكم معنا في قنواتنا الثلاثة. شكرا، لايك، دعم القناة بالتعليقات والاشتراك والقراءة على الكرس بالطبع. زي ما قلت لك هنا بتقولي هو أنا دايما بدفع ثمن حاجة الناس لاقيينها ببلاش، ليه أضحي وأكون وأساعد وأدي فوق طاقتي بس مع الأخير ملقاش نفسي مستفيدة بحاجة. لما أتكلم في الجواز دايما بيجيب لي أعذار، الإنسان ده مش عاوز يرتبط، عاوز يرتبط، مش عاوز يرتبط. وفي نفس الوقت تجيلك فكرة الإكس بتاعك، هل هو بيفكر فيا ما بيفكرش فيا، هل بيراقبني مش بيراقبني، حتى ولو بعت لك اي حد كده انفيتاسيون يعني طلب صداقه على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتك، فتبقى ايه يعني تجيلك وسوسه انه الاكس بتاعك عاوز يرجع لك. فانت دلوقتي متارجحه ما بين مشاعر للماضي ومشاعر الحاضر او المشاعر المستقبل.
في ايه كمان؟ سبحان الله، قبل ما سبحان الله شوفوا كده، يعني الكلام ده اللي قلته كله قلت لكم متأرجحة ما بين أمرين، the two of want، تأرجح. شوفوا كده، مش عارفة نفسك هل لازلت تحبي الماضي الإكس، أو أنت بتحبي ده، أو تصبحي تقارني ما بين الاتنين، متأرجحة ما بين الاتنين، عاوزة تتوصلي لفكرة، أو حد يوصل يبعت لك أو رسالة مثلا زي كده دلوقتي وانت بتتفرجي على هذا الفيديو، توصلي بنتيجة أو فكرة أو حاجة تخليك تقدري تختاري مين، ترجعي للإكس أو تفكري في حد جديد أو تقعدي مع ده، فأفكارك كلها متلخبطة. أوكي، البعض منكم بتفكر في الإكس وبتفكر في اللي هي معاه دلوقتي وعندها كراش في نفس الوقت، عشان من عامله لي فيها مستبدة، عامله لي فيها مستبدة. ايه ده، ايه ده يا عاشقة اللؤلؤ، مستبدة يا عاشقة، دي احدى الادمينات بتوعنا، يعني ربنا يطول في عمرها ويفرحها ان شاء الله ويفرح الجميع. هنا عندنا الايس اوف سواردز، وهنا ايت اوف واندز، وهنا برج الاسد. اوكي، كل الحكايات اللي حكيناها هنا عاوزه في اقرب وقت تخرجي بقرار او تفرضي قرارك على الانسان اللي انت معاه في علاقه، يا اما تتجوزني يا اما تباشرين في دخول في علاقه اخرى، لانك عاوزه تسيطري، يا مسيطره يا المسطره عاوزه تسيطري على الوضع ده اللي قلنا اتكلمنا عليه دلوقتي كامل. اوكي، طب نيجي دلوقتي من ناحيه، هل ما بين الناس اللي بتعرفيهم، لانك هنا البعض منكم يعني عندها الاكس بتفكر فيه وبتفكر في كراشه وبتفكر في اللي هي معاه دلوقتي، هل في حد هيتقدم او عنده نية انه يتقدم لك؟ الكينج اوف وانتس، الكينج اوف كابس، ايه الكينجات دول؟ وهنا جاجمنت، يعني عدالة ربنا، وهنا نايت اوف بنتكل، بخيل، عاوزة تتجوزي مع واحد بخيل، بهزر معاكم. هنا فيه ما بين التلاتة دول اللي قلت لكم عليهم، حبيب يعني بتاع دلوقتي والاكس وفيه كراش كمان، واحد فيهم كاتب لكم ربنا انكم تتجوزوا مع انسان عملي، وغالبا الاكس بتاعك هو اللي هيترسم، هو اللي عاوز او ناوي يرجع معاكي في العلاقة، زي ما نشوف كده قرار عن طريق الحب، او يعني بدافع من الحب، على انه يكون مكتوب ما بينكم، زي ما نشوف الاسكولات دي، الهياكل العظمية دي، واحدة لابسة الطرحة والعريس هنا وبيرقصوا مع بعض، يعني علاقة سابقة يعني مكتوب من عند ربنا انها ترجع من جديد في حياتكم عشان تترسم. لكن الإنسان ده الإكس بتاعك بيفكر حقيقة إنه يرجع يرسم علاقته معاكي، سواء كنت متطلقة أو عازبة، عاوز يرجع يعني يرجع العلاقة زي ما كانت يرسمها، والمرة دي يرسمها على أساس متين، زي ما شوف الكينج أوف وونتس والكينج أوف كابس.
على وسق متين، وساق على قدم وساق. أيوة يعني شفتوا اللغة، شفتوا اللغة يعني. لكن الكارت ده بيقول إيه؟ الإكس بتاعك رغم كل الكلام اللي قلناه دلوقتي متردد في عمل الخطوة الأولى لثلاث احتمالات. التردد ده مصدره أولا البعض منكم الإكس ده استغلك ماديا، وهو دلوقتي ما عندوش الفلوس دي اللي ساعدتيه بيها في الماضي، وما عندوش وش قبلك دلوقتي عشان يرجع وإيده فاضية، فعشان كده هو دلوقتي متردد إنه يعمل خطوة، وخايف من ردة فعلك إنك ترفضي الجواز ده، الرجوع ده. الاحتمال الثاني، الإنسان ده ربما أنت في لما كنت في علاقة معاه تطرقتم ربما في أول مرة لما تعرفتوا مع بعض، إنك يعني اتأذيتي من أهلك، محتاجة حنية، محتاجة حب، رعاية وحاجات زي كده. وهو كان أصلا الوقت ده اللي قلتي له الحكاية دي قال لك كلام لم يوفي به، قال لك مثلا أنا الصدر الحنين، أنا أبوك وأنت حلالي وأنت كذا وأنت كذا، وأنا اللي هحبك وحعوضك وكل حاجة. هيشوف نفسه انه لم يوفي بوعده لك، وده زعزع شويه من كرامته، من الرجوله بتاعته، ومش عارف ازاي يعمل خطوه من ناحيتك، لانه عارف انه لما هيرجع او لو يرجع كل كلمه هيقولها لك حتى ولو كانت صادقه هتكدبيه كده، هو هيفهمها. فعشان كده هو متردد. Seven of Swords زي ما قلت لك عارف انه سايب الم كبيره جدا في قلبك وجروح، وتسبب لك في جروح كتيره باسم الحب، فعشان كده هو متردد حاليا على انه يعمل خطوه من ناحيتك ويرسم علاقته معك. طب هل سيتعدى هذه الخطوات؟ ليس في الطاقة الحالية، وطاقة القراءة دي من وقت ما تشاهدوا هذا الفيديو طاقتها مفتوحة 3 أشهر. خايف من ردة فعلك، وفي نفس الوقت عنده كارما، يا إما كارما رجعت عليه، يا إما عنده تأنيب الضمير فظيع جدا. أوكي. ده كان اللي هم مرتبطين. نشوف الأبراج اللي تنطبق عليها القراءة 100%، 80% و60%. بعدين نمر اللي هم منفصلين، هل عندهم رجوع أو في حد جديد هيدخل حياتهم. اللي تنطبق عليه القراءة للمرتبطين 100%، برج الحمل، برج العذراء، الجوزاء عفوا، برج الثور 80%، برج العذراء، برج السرطان، وبرج القوس 60%، برج الأسد، برج الدلو، برج الحوت، برج الميزان 50%، برج العقرب 50%، وبرج الجدي 50%، 60%، برج الأسد، برج الثور، برج الحوت، 80% العذراء، سرطان، قوس، 100% حمل، جوزاء، وتور. أوكي. نمر دلوقتي للي هم منفصلين، هل فيه دخول في علاقة؟ ومن سيكون؟ من الماضي، من الحاضر، إنسان بتعرفوه أو إنسان جديد. أوكي. اللي هم منفصلين أو متطلقين الحدسيات بتاعكم
العامة بتاعتكم الـ Ace of Wands، غالبا انتم في الطاقة يعني مهتمين بشغلكم، مهتمين بدراستكم، بحياتكم، يعني ما عندكمش تركيز كبير في العاطفة لأنكم فقدتوا الأمل أو اتأذيتوا كتير من الماضي، ودلوقتي يعني فقدتم الأمل، فاكرين إنه ما عندكمش حظ، معمول لكم سحر مقابر وسحر تفريق ومش عارفة إيه يعني طاقة سلبية في طاقة سلبية في طاقة سلبية أنتم عاملينها لنفسكم. أوكي، نشوف القراءة بتاعتكم أيها المنفصلين. بل جديد، نضيف ورقة هنا. إذا ما الجديد في حياتكم؟ أوكي. مسيطرة. الجديد في حياتكم إنه هتدخلوا في طاقة جديدة، وخاصة بطاقة النهاردة 18 مارس، آخر بدر اكتمال قمر في فصل الشتاء. هتكون عندكم قوة في السيطرة على كل حاجة تكون عاوز عندها، يعني عوجك في حياتكم، مشاكل في حياتكم هتقدروا تتسلط يعني تسيطروا عليها. في ايه كمان؟ الكينج اوف كابس ودفول. هنا البعض منكم عندكم رجوع حد من الماضي، الاكس او الطليق، هانج مان، الرجل المعلق. هنا the four of swords، زي ما قلت لكم فقدتم الامل خلاص، قاعدين في التعلق بالماضي وحاسين انه في سحر التفريق ما بينكم ما بين الزوج بتاعك او الطليق بتاعك. the king of swords، زي ما قلت لكم البعض منكم شايف انه الانفصال بتاعه بسحر التفريق ده هو اللي اثر كذلك في اي حاجة جديدة تدخل حياتكم. جاستس، طاقة مطلقات، لا فيه رجوع. شوفوا هنا أغلبكم 90% فيه رجوع حد من الماضي، لكن البعض منكم شايف إنه في سحر التفريق عمل لكم مأثر على أي حاجة تدخل جديدة لحياتكم. يا إما البعض منكم أو عانيتوا كتير في علاقة زوجية، البعض الآخر انتم دلوقتي في صدد الطلاق وعاوزة تعرفي هل فيه رجوع، او يعني الزوج بتاعك دخل في علاقة ثلاثية وانت عارفة عاوزة تعرفي هل امتى هتتحرري من سحر التفريق ده الذي عمل لك او عدم الجواز. فطاقتكم يعني متلخبطة مع يعني مرتين. البعض منكم هيكون فيه رجوع للإكس بتاعك، لكن الإكس بتاعك هيحاول يرجع بطريقة إنه هيفسد العلاقة مرة تانية، بس في نفس الوقت كارتة الجاستس العدالة الإلهية هترجع عليه كارما زي ما نشوف كده هنا، وعلى الإنسان اللي فرق ما بينكم. وفي حد جديد بكارت الشاريو اهو كارت العربة، في حد جديد جاي لكم في طريقكم. يا اما الانسان ده في فرق سن ما بينكم، يا اما يكون كراش حد من المحيط بتاعكم انتم لم تنتبهوا له، ولكن هو منتبه ليكم، يتبعكم في كل خطواتكم. والإنسان ده يا إما يكون تتلاقوا فيه أو تتلاقوا بيه في مكان فيه يعني يستعملوا يعني التواصل أو المواصلات، عفوا، تاكسي، ميكروباص، قطار، طائرة، حاجة زي كده، وانتم مسافرين أو وانتم متنقلين من مكان لمكان هتتعرفوا بالإنسان ده. وغالبا الإنسان ده يا إما يشتغل في هيئة حكومية كمستشفى، كمحامي، كمحكمة، كبريد واتصالات البريد وحاجات زي كده، هتتعرفوا بيه
الإنسان ده هو بيشتغل في إحدى الإدارات اللي ذكرتها دلوقتي إن شاء الله. طب إيه هي أهم الأبراج التي تنطبق عليكم اللي هم مطلقين منفصلين أو أرابل؟ برج الحوت 100%، برج العقرب 100%، برج الجدي 100%، برج القوس 80%، برج العذراء 80%، برج الدلو 80%، برج الميزان 60%، برج السرطان 60%، برج الثور 60%، برج الحمل، الجوزاء والأسد 50%. إلى هنا انتهينا مع القراءة الأولى. نمر دلوقتي مع أصحاب القراءة الثانية ونشوف إيه المستجدات ليهم. يلا اللي اختاروا الحجر الأزرق ده أو البنفسجي، هنحطه هنا عشان يكون على مرأى الجميع. ونسحب دي، روحي نامي عند ماما. أيوة، نشوف أولا الطاقة العامة بتاعتكم، هتقول لنا إيه عن الطاقة بتاعتكم حاليا، سواء كنتم مطلقين مرتبطين أو عزاب عمركم أرامل أو عزاب عمركم اتجوزتوا. ايه الطاقة الحالية بتاعتكم؟ ايه الطاقة دي؟ غالبا اصحاب القراءة التانية هنا. ايه في ايه؟ في ايه يا بت؟ في ايه يا بت؟ ليه كده يا بت؟ من أولها يلا معلش. أصحاب القراءة التانية تأذيتوا كتير جدا من إنسان قريب ليكم، سواء أب مستبد، زوج طليق مستبد، حبيب مستبد، أخ مستبد. مفيش أي راجل عنده أي نوع من علاقة معاكي، سواء من الأهل أو من اللي كنت معاهم في علاقة، سواء طليق عشيق، ولقيتي معاه الحنية اللي انت بتدوري عليها، لقيتي إلا المرارة، لقيتي إلا الأسى والجراح، وشك حتى إنه الإنسان ده الطليق بتاعك أو الإكس بتاعك بيعمل لك نوع من قانون الجذب، أو يعمل لك سحر الجذب عشان يعني يرجعك معاه. طاقة يعني غريبة عندكم أنتم أصحاب القراءة الثانية. في إيه كمان؟ كارت برج الدلو وطاقة عامة لجميع الأبراج. غالبا عندك أمنية عزيزة على قلبك، لأنك غالبا اتأذيتي من أقرب الناس ليك، سواء أفراد عيلتك أو طليقك أو أفراد عيلة طليقك، وانت دلوقتي عندك أمنية غالية 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 على قلبك إن الكارما دي ترجع على الناس دول اللي ظلموكي. في طاقة كبيرة من الأذية هنا في القراءة دي، طاقة حزن، اكتئاب، ملل. يعني انتم زي ما نقول احنا فاضل ما بينكم ما بين الانتحار شعرة. الشعرة دي هي ايمانكم وثقتكم في ربنا. بس لو ما كنتوش مسلمين وتخافوا ربنا لكنتم انتحرتوا منذ مدة زمنية طويلة من كتر الأذى اللي اديتوه من كل قريب، رجل او امرأة.
عانيتوا كتير جدا في حياتكم، وده خلى بصمة في قلبكم في عقلكم. بعض الأحيان تكوني قاعدة كده ويتمسكك نوع من قبضة القلب كده، وفي نفس الوقت غضب، زعل، وحزن، وتلاشي لأفكار كانت عندكم في عقلكم، إنه قضيتوا وقت وكنتم طمعين إن الإنسان ده اللي كنتوا معاه أو الناس دول اللي بيأذوكم كل حاجة من الأقرباء يجي يوم يتحولوا، أو يعني يتحولوا للأحسن، لكن لا حياة لمن تنادي. فتسقط الدمعة على خدك بعض الأحيان، تقولي أنا ليه ببكي؟ ليه أنا حزينة كده؟ وكل ده جاء بسبب الكبس بتاع الآهات اللي كبستموها في قلبكم مش قادرين تخرجوها. لو تقدروا يعني تصرخوا لانشقت الحجارة حزنا عليكم. دي الطاقة بتاعتكم الحالية يا أصحاب المجموعة الثانية. نشوف دلوقتي المستجدات ليكم. هل انتم في الطاقة الحالية مع انسان عاوز يرسم علاقته معاكم، او اذا كنتم سنجل ما عندكمش حد، مطلقات، ارامل، هل في حد جاي لكم في الطريق؟ سيبوا الاتنين هنا. الكارت الرئيسي الفور اوف كابس. شايفين المرأة دي ازاي هي حيرة؟ غالبا البعض منكم عايشين في نفس يعني في كل الوضعيات. لفهمتي نفسك انك سنجل ولا مطلقة ولا أرملة ولا متجوزة؟ مش فاهمة انت في حد ذاتك، مش فاهمة، لان غالبا الطاقة هنا طاقة علاقات صعبة معقدة، علاقات ثلاثية، تأرجح ما بين انتظار حد من الماضي، انتظار حد جديد، انت مع حد وانت في علاقة معاه وما عندكيش الاحساس ده انك عايشة علاقة حب. دايما حتى ولو كنت مرتبطة دايما حزينة كده وتفكري في حظك، مش عارفة تختاري مين، من يعني تعملي ايه، تنتظري اللي راح، ولا تعرفي اللي هو انت معاه، ولا تستني حد اخر. كل حاجة متلخبطة عليكم. شو سبحان الله، الفور اوف كابس والثري اوف كابس. قلت لكم انتم في البعض منكم في علاقات معقده اهو. البعض منكم عاوز يرسم علاقته يا اما مع طليق وتلموا شمل العيله مع الاولاد وكل حاجه، يا اما عانيتي من اجهاض متعدد بسبب طرف تالت دخل في العلاقة، غوى يعني أغوى الطرف التاني بتاعك، زي ما شوف الست دي بلباسها كده المحتشم، أكيد يعني المحتشم. مش عارفين، مش فاهمين، حتى شوفوا كده المرتبطة لا هي كويسة، اللي هي سنجل لا هي كويسة، المطلقة ولا هي كويسة، والأرملة ما هيش كويسة. كل حاجة ملخبطة في عقلكم. حتى إذا كنت أنت متجوزة ودخل الفيديو ده، أنت في حد ذاتك مش عارفة تعملي إيه.
يا اما تطلبي الطلاق وتدخلي في علاقة اخرى، يا اما انت متجوزة وعندك عشيقك ومش عارفة تعملي ايه، كل حاجة متلخبطة عندكم. فريدة من نوعية القراءة دي والله العظيم. استغفر الله. شوفوا هنا الفايف اوف وانس والبيج اوف بنتكل جاب المقلوب، يعني حد كنتم معاه في علاقة اللي هو الاكس بتاعكم وفيه نزاعات ما بينكم انتوا الاتنين، في البعض نزاعات مادية الفايف اوف بنتكل زي ما نشوف كده، نزاعات مادية ربما استبدلكم الانسان ده الاكس بتاعكم في الفلوس، يا اما خسر فلوس في العلاقة بتاعتكم كنتم متطلقين، او حاسس انكم اتظلمتم بسبب الفلوس، لانه هو ناوي الاكس بتاعكم ناوي انه يرجع مرة تانية عشان يصالحكم ويطلب منكم انكم تسامحوه على انه اتهمكم في امور انتم ما عملتوهاش، يا اما اتهموكم بالسحر، يا اما اتهموكم زي ما قلت لكم سرقة فلوس او كلام جارح في شرفكم، فهو خايف مش عارف يرجع ازاي، خايف من ردة فعلكم اهو، ازاي هتقابلوا الرجوع بتاعه. سبحان الله زي القراءة الاولى، The Shario, Nine of Cups, و3 of Wands. غالبا أصحاب القراءة التانية عندكم طاقة انتظار رجوع حد من الماضي، مش قادرين ترتبطوا مرة تانية مع إنسان آخر وتحسوا بنفس العاطفة والمشاعر وال يعني والسرحان في الحب ده اللي كنتم عايشين فيه في الماضي، حتى ولو كنتم يعني مرتبطين دلوقتي وعاوزين ترسموا العلاقة مع الإنسان ده الجديد. أصحاب القراءة التانية طاقتكم متصلة ومتواصلة بطاقة الماضي، مش قادرين، قلت لكم هنا أهو، مش قادرين تنسوا الحب بتاع الماضي ده. في إيه كمان؟ الايت اوف بنتكل، التو اوف سوردز، الفايف اوف سوردز، ذا ويل اوف فورتشن. هنا بكارت ذا فايف ذا ايت اوف بنتكل مع التو اوف سوردز، انتم شايفين ان كل علاقة تدخلوا فيها تبوء بالفشل، شوفوا كده كل علاقة تريدون تعملوها تبوء بالفشل، مش عارفين توصلوا لفين ولا تعملوا ايه من كتر الخذلان اللي عشتوه في حياتكم. فغالبا هنا الناس اللي هم منفصلين والطريق بتاعك او الاكس بتاعك عاوز يرجع، لكن عاوز يرجع بس مش عاوزك تشوفيه بنفس النظرة اللي شفتيه بيها في السابق، عاوز انك تديله فرصة لما هيرجع ويقولك انه الناس اللي تسببت في الانفصال بتاعكم انتقم منها، وهو دلوقتي جاي دلوقتي يقترح عليك اقتراح جديد لبداية حياة جديدة، وعلى انك تديله الفرصة والحظ على انه يبرهن لك انه نيته دلوقتي نية صافية.
اوكي، هتقول لنا ايه الكروت ككارت اوسط الايس اوف سواردز، ونشوف النسرين دول كل واحد جاي من ناحيه السيف ده، اللي يشوفوا الايد بتاعه زي ما لو كانت امراه عندها جناحين والنسرين جايين لنا عندها وهي منتصبة بالتاج بتاعها. هنا الكارت الأخير ده بيقول لكم إنه فيه نوع من الكارما رجعت على الناس دول اللي أدخلوكم في الطاقة اللي أنتم فيها دلوقتي، فليس إلا الإكس بتاعكم اللي هيرجع. الإكس بتاعكم هيرجع من هنا، هيدخل عليكم إنسان جديد في حياتكم، وانتم هترفضوا الاكس وهترفضوا القديم. The Nine of Pentacles، لانكم دلوقتي رافضين انكم تعيشوا نفس الحياة اللي عشتوها في السابق مع العلاقات اللي عشتوها في السابق مع الناس دول. اهي The Nine of Pentacles والQueen of Pentacles. دلوقتي انتم عاوزين علاقة اللي فيها انتم تستفيدون، مش انتم تفيدون، لا انتم اللي تستفيدون من العلاقة. هتبدأوا تتعلموا تصفوا ما بين الناس اللي بيتقدموا ليكم. سبحان الله، الماجيشن نتكلم والكروت بتخرج. هتبدأوا تفكروا كويس مين اللي هيوفر لكم كل الحاجات اللي بتحتاجوها في حياتكم. مش زي ما كنتم بتفكروا في العاطفة في الأول، لأ دلوقتي انتم بتفكروا من اللي هيطور حياتكم ومن اللي هتقدروا تستفيدوا منه ماديا. لأنكم the seven of swords زي ما قلت لكم، تعبتم كتير وهنتم كتير واتجرحتوا كتير في حياتكم، فدلوقتي خلاص هيهات لحياة سابقة إنها ترجع. لأنه أولا قبل كل شيء عاوزين تسعدوا نفسكم أنتم، مش عاوزين تسعدوا الغير، عاوزين اللي إن الغير يعني يزيد فيكم، مش أنتم تزيدوا في الخيركم لغيركم. غالبا هنا the three of pentacles معظمكم مش مشغول، يا اما في تربيه اولاده عاملها هي الاولويه في حياته، معظمكم يعني دلوقتي عامل حط عمله دراسته التكوين اللي انتم فيه او المجال اللي انتم بتتخصصوا فيه هو اهم حاجه في حياتكم. زي ما قلت لكم الحياه العمليه والفلوس، مفيش حاجه اسمها عاطفه دلوقتي، انتم في الطاقه دي رغم انكم عاوزين ترتبطوا، لكن دي الارتباط منفعي وليس ارتباط عاطفي. اوكي، عشان تقدروا توازنوا حياتكم على اللي هي عليه دلوقتي، وتقدروا تواجهوا اي عاصفة تدخل في حياتكم او اي مشكلة تدخل في حياتكم، زي ما يشوف البحر هنا وراء الطفل ده والسماء بدأت تتغيم كده، يعني الجو هنا مضطرب، بس رغم كده الطفل ده بيضحك وبيبص للقدام على شماله كده زي ما لو كان يعني بينظر للجهة من هنا بخفية عشان ما يشوفوش الناس. شوفوا كده، فانتم كده عاوزين تتقمصون شخصية غير الشخصية الحقيقية بتاعتكم، لان الشخصية الحقيقية بتاعتكم اتأذت كتير، اتأذت كتير ومش عاوزينها تتأذى مرة تانية. نشوف نصيحة الكروت ليكم يا أصحاب المجموعة التانية. قلت لكم لا سيرينيتي، عاوزين تتهنوا، عاوزين الهناء، مش عاوزين ضرر مرة تانية، مش عاوزين ألم أخرى، مش عاوزين يعني. وهنا زي ما قلت لكم شوفوا كده،
عاوزين الهنا، عاوزين تتهنوا، محتاجين او عندكم وحشة لأيام سعيدة تقضوها زي ما انتم عاوزين، مش زي ما الناس عاوزين. وزي ما نشوف كمان هنا، او هايكر كولينج، هنا قضاء الله وقدره هيساعدكم على انكم تتوصلوا الى المبتغى بتاعكم. زي ما نشوف الرسام ده عاوز يرسم الست دي وهي نايمة زي كده، يعني بيبص لها ويعني ويدقق في ملامحها. فانتم كده عاوزين حياتكم تكون فيها دقة في المنفعة بتاعتكم، مش دقة في العاطفة، لأنكم محتاجين إنكم تحبوا وتتحبوا، ومحتاجين إنكم تتحصلوا على الهنا بالطريقة اللي أنتم عاوزينه، يعني بطاقة ملموسة، مش بطاقة الحب والعشق والغرام بتاع زمان. أوكي، طب إيه هي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة؟ 100%، 80%، 60%، و50%. أوكي، 100% برج الجدي، برج الميزان، وبرج السرطان. 80% برج الجوزاء، برج الثور، وبرج الأسد. 60% برج القوس، برج الدلو، وبرج العذراء. أما 50% برج الحوت، برج الحمل، وبرج العقرب. إلى هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. أقول لكم شكرا لانتباهكم ولإصغائكم، وإلى الملتقى. مع السلامة.